مش هينفع نختم الحلقه النهارده قبل ما نستعيد ذكريات اول كاس سوبر بين الاهلي والزمالك. حضرتك كابتن هشام شاركت فيها طبعا، الزمالك فاز في المباراه دي كانت 1994. عايزين نفتكر كده مع حضرتك سريعا. 30 سنه. ده حقيقي كابتن هشام لعب ماتش ده. 30 سنه بالظبط، 30 سنه من 1994 ل 2024. ذكرياتك بقى سريعه كده عن الماتش ده، كواليس الماتش، في الماتش حاجات حصلت ما بعد الماتش. بص، الاحداث اللي حصلت على الكاس السوبر، انا كان استدعانا الاتحاد الكوره عشان نروح نتصور مع الكاس، انا وكنت انا قائد فرقه نادي الزمالك وشوبير. فالحمد لله رحت انا قبل شوبير. فلما رحت هناك وتصورت، انا قلت ان احنا هنكسب الماتش ده، يعني قلت ده تيمنا، يعني ان انت وصلت قلت قبل يعني. قلت له انا لما بشوف حاجه جديده يعني بتبقى يعني من حظ، يعني الحمد لله. وزي لما جيت شاركت في اول ما لعبت كوره اخدت الدوري واخدت كاس افريقيا، يعني انت فاهم، يعني الحاجات البطولات اللي انا شاركت فيها اخدتها على طول. الحدث الثاني كان واحنا خارجين من الاوض بتاعتنا الاهلي والزمالك، فخرجنا في نفس التايمنج بتاع لعيبه نادي الاهلي، فما حصلش عارف ايه نوع من السلامات، يعني انت طبيعي انك انت لما هتشوف ابراهيم حسن ولا حسام ولا ما اعرفش كده كده احنا اصحاب يعني بره الاجواء دي، كده كده احنا اصحاب. لقيتهم راحوا نازلين عارف اللي هو اللي عارف متشنجين ومركزين والكلام من ده، فانا قلت لهم ايه هتخسروا. انا بهزر برضه هتخسره. يعني الحاجات الكواليس اللي بتبقى بره الملعب، فقلت لهم احنا هنكسب. فالحمد لله يعني ربنا كرمني وقدرنا نكسب طبعا المباراه. لكن احداث المباراه يعني حصلت طبعا، يعني في احداث وشد شويه كده والكلام من ده، وده شيء طبيعي في ماتش زي الاهلي والزمالك. ده حقيقي. اللي هو حصل حاله طرد محمد يوسف، والناس كلها بتقول ان هو يعني ما يستاهلش الطرد. لا، يستاهل الطرد. زي ما انا استاهلت الطرد يوم لما ضربته في صدره، لما خبط صدره في رجلي. ده حقيقي، هو اللي غلطان. صحيح. ده حضرتك يا كابتن كنت طاير 4 متر. لا كابتن ما كانش يتفاهم. لا، بس هو غلطان طبعا. هو ايه اللي جابه؟ هو ايه اللي وداه عند صدره عند رجلي؟ صح. المهم يعني كان في شد جوه الملعب وكلام من ده، بس انت عارف الماتشات دي عشان بقى لنا 30 سنه. صح. انت فاهم، فخلاص الواحد يعني. لكن المتعه كانت بالنسبه لي انا، المباراه دي كانت مهمه جدا 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 ليا، لان عارف لما بتيجي تفكر مثلا ايه، انا قلت ايه اخدت 3 افريقيا اللي هم اللي شاركت فيهم الثلاثه، وكان الاحتفاظ بكاس السكرتوري اللي هو اللي كان معمول عليه البطوله ساعتها احتفظنا احنا بيه في نادي الزمالك الكاس ده اللي اخذناه يعني. فلما اخذنا الكاس كان البطوله بقى بتتلعب على الكاس افريقيا، والنادي الاهلي برضو كان واخد ابطال الكؤوس حاجه زي كده. فلما حصلت عليها دي كانت اعظم لحظات حياتي، يعني بالنسبه لحاجه زي كده وبالنسبه للبطوله دي، انك تكسب نادي الاهلي بره، خارج يعني بره مصر وفي بلد محايده والكلام من ده، فبتعتبر مباراه افريقيه ودوليه وحاجات كتير جدا بالنسبه لينا، كنت حساباتها كتيره يعني انت فاهم. فطبعا كنت عندي سعاده غير طبيعيه بالنسبه للكاس ده بالذات والمباراه دي بالذات.